بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات المتواجدة في مختبري التي درستها في السابق. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن فصائل من الحشرات ترجع إلى فصيلة من الخنافس الصحراوية التي تعيش في الجزيرة العربية بنسبة كبيرة جدا. طبعا هذه الخنافس مفيدة جدا يعني للبيئة الخصبة، كونها يعني تغذي سلسلة كبيرة جدا من المخلوقات الحية مثل الحشرات الأخرى، وأيضا الطيور والمخلوقات التي تتغذى نوع من أنواع يعني السلسلة الغذائية المندمجة مع بعضها البعض، كونها هذه الحشرات تتغذى على حشرات أخرى أصغر منها، والحشرات الأصغر منها تتغذى على حشرات أصغر منها كذلك، وأيضا المخلوقات التي تتغذى على هذه الخنافس ممكن تتغذى عليها سلسلة كبيرة جدا من العمليات التغذوية، كونها مخلوقات أيضا أكبر منها. والمخلوقات التي تتغذى على الطيور مثلا مثل القطط أو غيرها من المخلوقات تجري في سلسلة كبيرة جدا من التغذية. مثلا لو انقرضت الخنافس أو انقرضت الحشرات من المنطقة، فطبيعي راح تنقرض الطيور أو تنقرض فصائل أخرى معها، كونها معتمدة بنسبة كبيرة جدا على الحشرات والمخلوقات الأصغر منها بالتدريج. طبعا هذه الحشرات تتغذى على الحشرات الصغيرة والأنسجة النباتية والنباتات الأخرى، وتتحمل أشعة الشمس وتتحمل الحرارة وتتحمل الظروف الصعبة جدا في المناخ الصحراوي مثل ما تلاحظون. هذه عبارة عن 3 فصائل من الخنافس. مهم جدا ندرس علم الحشرات لأنه مهم جدا في حياة الإنسان، ممكن تكتشف علاجات داخل الحشرات، ممكن تكتشف يعني بالذات يعني اللافقاريات، علم موسع وكبير جدا في دراسته، بالذات علم التشريح اللافقاريات، يعني ممكن تلقى معلومات كبيرة جدا لكل حشرة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.